مهمة جدا لازم نكون عارفينها، لازم نكون عارفين المعادلة بتاعته. خلاص يا جماعة الصوت، المعادلة اللي حلها بيزل وشكل الجي ان اوف اكس والخواص بتاعته. قلنا ان الخواص بتاعت بيزل كانت عبارة عن الجي نص. الصوت بقى يا جماعة، سوى جذر 2 على اكس باي ساين. صوت الجي سالب نص بتساوي جذر 2 على اكس باي كوزاين اكس. قلنا خلاص احنا السنة اللي فاتت كنا ادينا الاثباتات بتاعتهم، لكن السنة دي خلاص مش هندي الاثباتات خالص. وكمان قلنا ان الجي واحد ده هو نفسه سالب الجي نوت داش، سالب التفاضل بتاع الجي نوت. الحاجات دي هتبقى مهمة في حل مسائل التكامل. عندي كمان قلنا ان الجي سالب ان اوف اكس هو نفسه سالب واحد اس ان الجي ان اوف اكس، يعني ده كده قلنا ان الجي سالب واحد هو نفسه سالب الجي واحد، الجي سالب 2 هو نفسه الجي 2، الجي سالب 3 هو سالب الجي 3 وهكذا. اللي ممكن انا قلت ان انا ممكن اجيب نفس المسألة بس بدل ما هي بتكون بالجي 3 ان انا اعدل بس واحط الجي سالب 3 زي ما عملت في الميدترم السنة اللي فاتت ولقيت ناس كتيرة ما عرفتش تحلها. احنا حالين المرة اللي فاتت تكامل الجي 3 اكس، فرحت في الميدترم رحت حاطط مين؟ سالب قدام الايه؟ قدام الايه؟ 3 بس. فخلاص هي المسألة ان انت بس هتشيل الجي سالب 3 وتحط مكانها سالب الجي 3 وتشغل مسألتك عادي. وده كده اللي هو الايه بيسموهم الخاص. خدنا المرة اللي فاتت 2 من الريكرنس ريليشن العلاقات، وقلنا ان الريكرنس عندنا كام ريكرنس؟ عندنا المفروض ان هم 6 ريكرنس. اول ريكرنس قلنا ايه؟ قلنا ان لو ده الجي ان وده الجي ان زائد 1 وده الجي ان سالب 1، ان لو ضربنا اللي في النص دي في اكس اس سالب ان وفضلنا ده هيطلع لنا دي باي دي اكس للاكس اس سالب ان مضروبه في الجي ان اوف اكس. الناس ما تكتبش الكلام ده، احنا كتبناه المره اللي فاتت. س اكس اس سالب ان مضروبه في الجي ان ده وهيتفاضل، تفاضل الكلام ده يدي سالب اكس اس سالب ان، يعني نفس اللي اتكتب هنا هو هنا بس باشاره سالب، سالب اكس اس سالب ان جي ان زائد 1. في الامتحان هتلاقيني مديلك الكلام ده واقول لك عندنا اكس اس سالب 3 جي 3، التفاضل بتاعها بكام؟ اكس اس سالب 10، كل واحد الان ده هيتغير من واحد للتاني حيث ان كل واحد يكون ليه مساله او ليه شكل تفاضل مختلف عن التاني. قلنا ان معظم المسائل هنا هي مسائل تكامل. قلنا لو حبينا نطلع من ده قانون تكامل، قلنا بندخل التكامل على الطرفين، لما ندخل التكامل على الطرفين تكامل هيلغي التفاضل. تكامل هيلغي التفاضل ده وهيخش على ده، فيبقى عندنا اكس اس سالب ان جي ان زائد 1 اوف اكس دي اكس، وانا هحط الاشاره السالب الناحيه الثانيه زائد سالب، ويبقى ده قانون تكامل. قلنا قانون التكامل هتلاقيني برضو بسالك في قوانين سريعه في التكامل، اقول لك عندي تكامل اكس اس سالب 3 جي 4، التكامل ده يدينا كام؟ تقول لي على طول يدينا كام؟ سالب اكس اس سالب 3 جي 3، يدينا سالب اكس اس سالب 3 جي 3، لان قلنا الرقم ده هو ده بس ده بيكون بالسالب وده الموجب وفي اشاره سالب. الاكس اس سالب 3 هتدينا اكس اس سالب 3 جي 3 زائد الثابت مع اشاره سالب. قلنا ده قانون التكامل بتاعه. قلنا ده بيحل امتى؟ بنحل بيه امتى؟ حل طالما ان اس الاكس اقل من او يساوي الاوردر بتاع الجي. قلنا احنا هتلاقي عندك مسائل، قلنا مساله الجي 3 عندنا مساله الاكس تربيع جي 2 او الاكس تكعيب جي 3 دي الاس بتاع الاكس مساوي للاوردر بتاع مين؟ مساوي للاوردر بتاع الايه؟ بتاع الجي. دي مسائل هتتحل بالعلاقه الاولى. بالنسبه للريكرنس رقم 2
ده الكلام ده كله احنا قلناه المرة اللي فاتت. قلنا ريكارنس رقم 2 هي نفسها زي دي. امال لو ضربنا في اكس اس موجب ان، هنا التضارب في اكس اس سالب. امال لو ضربت في اكس اس موجب ان وفاضل، قال لي برضه هيديني اكس اس ان بس من اللي قبلها، اديني اكس اس ان من اللي قبلها. فيبقى في الحاله دي القانون الثاني بتاع التفاضل دي باي دي اكس، التفاضل بتاع اكس اس ان جي ان في اكس، التفاضل بتاع الكلام ده يساوي، قال لي يساوي اكس اس ان جي ان سالب 1 في اكس. وقلنا ان قانون التفاضل، الكلام ده كله انا براجع على المحاضره بتاعت المره اللي فاتت، قلنا قانون التفاضل لو جالك هتجي لك مسائل مباشره اقول لك تفاضل اكس اس 3 جي 3، ومره اقول لك اكس اس سالب 3 جي 3. فرق بين الاثنين ايه؟ ان لو عندي اكس اس 3 جي 3 دي هتخضع للقانون ده في التفاضل، فهيدينا مين؟ هيدينا اكس اس 3 جي 2. لكن انا لو حطيت اشاره سالب هنا فيبقى ده بتخضع للقانون الاولاني، يدينا ايه؟ هيدينا اكس اس سالب اكس اس سالب 3 مين؟ جي 4. هتلاقي في عندك اسئله سريعه، والان ده انا بغيره لكل طالب، كل واحد بيجي له ان غير الثانيه، واحد هيجي له 20، واحد هيجي له 50، كل واحد هيكون الان ده مختلف عن الثاني. قلنا هنا المسائل اغلب المسائل اللي موجوده عندنا هي مسائل تكامل، فعشان كده هنطلع من قانون التفاضل ده قانون التكامل بتاعه. عشان نطلع قانون التكامل هندخل علامه التكامل على الطرفين، التكامل هيشيل التفاضل، هيتفضل عندنا اكس اس ان جي ان، وهنا مش هيلاقي حد ايه يشيل علامه التكامل، فهيتحط علامه التكامل هنا اكس اس ان جي ان سالب 1 في اكس. وده اللي انا هلاعبك عليه كتير جدا في الامتحان، لعب معاك في الامتحان كله في بيزل على مسائل التكامل، على المسائل بتاعه التكامل هنا. طيب ده بتحل امتى؟ اذا كانت دي بنحل بيها طول ما ان اس الاكس، انا اس الاكس اس صفر، طول ما ان اس الاكس اقل من او يساوي الاوردر بتاع الجي، حاله اليساوي او حاله الاقل من. اما دي بنحل بيها لو كان اس الاكس ازيد اكبر من الايه؟ الاوردر بتاع الجي، زي المسألة بتاعت اكس اس 4 جي 1، زي المسألة بتاعت اكس اس 4 جي 1. طبعا في المسائل في الامتحان ممكن المسائل ما تاخدش الأرقام دي بالظبط، يعني لو أنا عندي مسألة مثلا تكامل 10 اكس اس 8 جي 5 اوف اكس دي اكس، كملها ازاي؟ انا برمجت المساله دي بحيث ان هو بدل ما تكون المساله واحده، لا يبقى عندنا عدد كبير جدا من الايه، من المسائل بنفس الشكل. هي الفكره بتاعه دي، هي الفكره بتاعه دي بالظبط في التكامل، ماشي؟ ان هنا علشان اكامل الاكس عشان اكامل، طبعا هنا الاوردر الاس بتاع الاكس ازيد من الاوردر بتاع الجي، ما دام ازيد يبقى هيخضع للتكامل للمساله دي. وعشان احنا نكامل ده فهنقول ان الجي 5 علشان تتكامل محتاجه مين؟ اكس اس 6، والاكس اس 8 تتفصل لاكس اس 2 في اكس اس 6. ده يتكامل، ومن غير ما ابص لقانون التكامل ده هيدينا مين على طول؟ ده في التكامل هيديني اكس اس 6 جي 6، ده في التكامل على طول. وده اللي هيتفاضل، هتبص تلاقي في المرحله الثانيه ده لما يتفاضل هيدي لك 2 اكس، وده هيدي لك اكس اس 6 جي 6. لما تضرب الاثنين دول في بعض فيدي لك اكس اس 7 مين؟ جي 6، يتكامل مباشر. كل المسائل بتكون بنفس الكيفيه، المرحله الاولى باي باردز، وانا بريحك في الامتحان باجي اقول لك ان المساله دي هتخضع للباي باردز، وهقول لك مين اليو من الدي في، هدي لك اختيارات مين هيبقى شكل اليو ومين شكل الدي في. هتلاقي من ضمنهم ان اليو تكون اكس تربيع والدي في تكون اكس اس 6 مين؟ جي 5، هيكون من ضمن الاختيارات اليو والدي في. اقول لك بعد ما تعوض بالباي باردز، بعد ما تجري الباي باردز هيطلع لك تكامل، هتلاقيني من ضمن التكاملات مدي لك اكس اس 7 جي 6، شكل التكامل اللي المفروض يطلع معاك. بعد كده اقول لك الايه التكامل النهائي بعد ما تخلص كل ده هيبقى شكله عامل ازاي. في بعض المسائل هتحتاج فروض، فروض يعني ايه؟ هتلاقيني مثلا حاطط هنا في المساله دي 3 اكس قدام دي، فكل اللي انا هعمله هتلاقيني مزود في الاول ان المساله دي محتاجه فرض، الفرض اللي يناسب المساله هو مين؟ المفروض ان احنا نفرض واي بيساوي كام؟
لان كل العلاقات دي بتشترط ان يكون كل شغلها على ان الفاريبل اللي هو يكون مين اكس، ده اسمه جي واحد اوف اكس. كل ده كله فاريبل على مين؟ على الاكس، ما هوش على الاثنين اكس ولا على الثلاثة اكس. يشترط كل الكلام بداية كده اللي هو فكر عام، يا اما مسائل زي كده ومسألة برضو الجي ثلاثة لان انا عدلت فيها وخليتها تنفع، مش لازم تكون الجي ثلاثة، هتلاقيها بنفس الطريقة برضو في الحل ان انت هتفصل المسألة بتاعتك لي باي بارتس. لكن اسلوب الام اس كيو اللي احنا حاطينه بيسهل عليك الحل. انا ببدأ اقول لك لو المسألة فيها فرض هتلاقيني بسألك الاول على الفرض، لو المسألة ما فيهاش فرض هتلاقيني بدخل على طول اقول لك التكامل هنجريه مباشرة يبقى شكله عامل ازاي. خلاص ده كده كان كلام على الايه المحاضرة اللي فاتت. خش بقى في الجديد النهاردة. ريكرنس رقم 3 نقول فيها، امال لو جمعنا الاثنين اللي بره دول، لو الاثنين دول اتجمعوا على بعض، لو الاثنين دول اتجمعوا على بعض اللي هو الجي ان سالب 1 اوف اكس زائد الجي ان زائد 1 اوف اكس، هل ده يساوي كام؟ قال لي ده هيطلع 2 ان على اكس من اللي في النص، يبقى ده يدي 2 ان على اكس من اللي في النص، يعني ده يدينا 2 ان على اكس جي ان. يبقى ده كده اللي هو القانون التالي، ده ريكرنس التالت. أهمية الريكرنس التالتة في الحل إن هي بنستعملها في إن احنا نوجد الكبير الأكبر بدلالة الأصغر. ما فيهاش تفاضلات، ما فيهاش أي حاجة، يعني أنا لو عاوز أجيب الكبير ده بدلالة صغير هجيب ده في طرف اللي هو الجي ان زائد واحد في طرف من المعادلة دي، هنجيب ده في طرف يعني هنقل ده الناحية التانية، يبقى شكل القانون كده. أو إن احنا نوجد الأصغر بدلالة الأكبر. وهوضح الكلام ده دلوقتي على المسائل. لو انت هتجيب الصغير بدلالة الكبير يبقى هتجيب لي الجي ان سالب واحد في طرف، يبقى انا هنا ده القانون. يا اما تخليه على شكل ان انت تجيب الكبير في طرف يبقى انت هتجيب الكبير بدلالة الاقل منه. او ان يكون ان انت هتجيب الصغير بدلالة الاكبر منه. هوضح ده على مسألتين دلوقتي بس هكتب بس القوانين. انا هجيب الجي ان سالب واحد هو اللي في طرف المرة دي. فهيبقى هرمي ده الناحية التانية يبقى ادينا 2 ان على الاكس جي ان سالب الجي ان زائد واحد. الكلام ده بيجي في الامتحان على الشكل ده كده. يقول اكسبريس عبر عن الجي 3 اوف اكس كترمات اوف الجي نوت والجي واحد. لو احنا نقدر نحسب الجي نود والجي واحد عندي القيم بتاعتهم وعاوز احسب الجي 3، فازاي ان انا اقدر اخلي الجي 3 يطلع بدلاله الجي نود والجي واحد؟ فهنا بيقول اكسبريس معظم اسئله القاعده دي يقول لك عبر عن. فهنا انا افترضنا ان احنا عارفين ده الجي نود والجي واحد وعاوز احسب الجي 3، ازاي اقدر اخلي الجي 3 يطلع بدلاله الجي نود والجي واحد؟ شوف الكلام ده هنا. قال لي هنا مادام انت عاوز هنفترض ان ده الجي 3، لو جينا رسمنا الخط بتاعنا كده ادي الجي 3 يبقى اللي قبليه اسمه الجي 2 يبقى اللي قبليه اسمه الجي 1 يبقى اللي قبليه اسمه الجي 0. كل القواعد دي بتشترط ان لازم يكون له فانكشن على الاكس. لان زي ما بقول لك ان انا هنا ممكن ان انا اجيب لك القاعده بس اللي جوه علشان انا عاوز اولد 500 مساله فببدا ادي 2 فاريبل او 3 فاريبل، فمن ضمن الفاريبلز اللي انا بديها بيبقى المعامل بتاع الاكس. بحطه ام والام ده بخليه يتغير من 1 ل 30 وهحط بره ان والان يتغير ويبدا هو يعمل تباديل وتوافيق ويقدر يولد له 500 مساله على تغيير المعاملات دي، فيبقى انت كل واحد المعامل وارقامه مختلفه عن الثاني، لكن هي بتكون نفس المساله. طيب بالنسبه لي ادي انا عندي بالشكل ده كده، هو عاوز يجيب الجي 3 بدلاله مين؟ بدلاله الاثنين دول اللي هما الجي نود والجي واحد، يبقى هو كده عاوز يعبر عن الكبير في الاوردر بدلاله الاصغر منه. ما دام عاوز يجيب الاتجاه ده يبقى احنا القانون لازم
نشتغل على القانون اللي هو هيعبر عن الكبير بدلالة الأصغر منه. هنقول القانون اللي المفروض نشتغل عليه اسمه جي ان زائد واحد في اكس، ده هيساوي 2 ان على الاكس جي ان سالب الجي ان سالب واحد. الجي ان سالب واحد. يبقى انا هشتغل على القانون ده اللي هو هجيب الكبير بدلالة الأصغر منه. اعوض عن الان بكام هنا؟ نعوض عن الان دي بكام؟ علشان الرقم ده يطلع اسمه الجي 3. يبقى واضح هنا ان احنا هنشيل الان لو جينا عوضنا في القاعده دي عن الان باتنين. بس خد بالك كل ان اتقابلك تشيلها وتكتب مكانها اتنين. كل ان اتقابلنا نشيلها ونكتب مكانها اتنين. فلو عوضنا عن الان دي باتنين هيقول لي ان الجي 3. يبقى تاني هنا هو عاوز يعبر عن الجي 3 كترمات في الجي نود والجي 1، الاثنين دول معلومين بالنسبه لي مثلا. وعاوز يحسب ده، فازاي ان انا اوصل ده لدول؟ فاذا عشان اوصل ده لدول يبقى هنا ده الاكبر في الاوردر، عشان اقلل الاوردر هستخدم القانون ده على الترتيب ان انا اجيب الجي ان زائد 1 هو اللي افترض. ولما اعوض عند ان ب 2 هيقول لي كده انت هتجيب الجي 3. المتوقع ان الجي 3 مش هيقدر مره واحده ان هو يجيب مين؟ الجي هيجيب الاثنين اللي قبليه على طول اللي هم مين؟ الجي 1 والجي 2. هيجيب الجي 1 والجي 2، وبعد كده هنعمل كمان مرحله ان احنا نتخلص من الجي 2 فبدلاله مين؟ الجي نود والجي 1، فنقدر كده نعبر عن الجي 3 كفانكشن في الجي نود والجي 1. طيب نبدا اول مرحله، هنشيل كل ان ونحط مكانها 2، يبقى الان دي هيتحط مكانها 2، يبقى 2 في 2 هيكون عندنا 4 على اكس. لما نشيل الان دي ونحط مكانها 2 هيبقى ده جي 2 سالب، لما اعوض عند الان دي باتنين هيبقى ده الواحد الجي 1. ده كان المنطقي ان الجي 3 ما يقدرش يروح مره واحده للجي نود والجي 1، هو لازم يطلع بدلاله الجي 2 وبدلاله الجي 1 الاثنين اللي قبليه مباشره. انا مش عاوز مين؟ اقول له دلوقتي هنا ماشي انا عاوز ده، هو ده دلوقتي مطلوب انه يطلع بدلاله ده، لكن انا مش عاوز ده، مش مطلوب ده. فهرجع تاني اقول انا لو شلت الجي 2 وعبرت بنفس القاعده هيجيب لي بدلاله مين؟ بدلاله الجي نود والجي 1. يبقى اذا هنا نقول ان الجي 2 ده هنعوض المره دي عند ان بواحد. هعوض عند ان بواحد برضه في القاعده دي. لما اعوض عند ان بواحد يبقى بيقول لي ان الجي 2 ده هيساوي، هنشيل الان دي ونكتب مكانها واحد. يبقى عندنا 2 على اكس جي. هنشيل الان دي ونحط مكانها واحد يبقى جي واحد سالب الجي صفر. يبقى كده هو المساله ماشيه بالمنطقي بتاع الايه القاعده ان الجي 3 طلع بدلاله الجي نود الجي 2 والجي 1. بعد كده انا عملت كمان مرحله علشان ايه؟ ان انا اجيب شلت الجي 2 وهعوض عنه بدلاله مين؟ الجي نود وايه؟ والجي 1. طيب هنرجع نعوض هنا يطلع ان الجي 3 المطلوب جي 3 في اكس هيطلع بيساوي ادي عندي 4 على اكس. هشيل الجي 2 بقى اللي انا جبت قيمته واحط مكانه 2 على اكس مضروبه في الجي 1 سالب الجي نود. ده كده كل ده هو الجي 2. كل ده كده هو الجي 2 سالب، لان المساله دي لما جبتها في الفاينل لقيت ناس كتيره نسيت تعوض عن، هو شال الجي 2 وعوض مكانه ونسي الترم ده، سالب مين؟ سالب اللي هو الجي 1 في اكس. كده الجي 3 طلع كفانكشن بدلاله الجي نود ومين؟ والجي 1 زي ما ده المطلوب عندنا اللي هو سؤال اكسبريس، ودايما سؤال اكسبريس بيكون مرتبط بريكرنس رقم 3. طيب ممكن المسألة تيجي العكس، تيجي العكس يعني يقول لي هنا عبر عن الجي سالب 5 على 2 اوف اكس كترمات اوف الساين والكوزاين. عبر لي عن الجي سالب 5 على 2 كترمات في الساين والكوزاين. لو جينا نشوف الخط بتاعنا كده اللي هو بتاع الاوردر بتاع الجي، ادي الجي سالب 5 على 2
كل العلاقات دي بتتحرك بواحد، يعني بتزيد واحد يا بتقل واحد. فاذا هنا هنزود واحد على الكلام ده، لما نزود واحد على الاوردر اللي بعديه هيبقى اسمه جي سالب 3 على 2، لما نزود واحد هيبقى ده الجي سالب نص، لما نزود واحد هيبقى ده الجي نص. يبقى اذا هنا الجي سالب 5 على 2 هو عاوز يطلعها بدلاله الساين وكوزاين. انا ما عنديش في البيزل كله ساين وكوزاين غير مين؟ غير الجي نص والجي سالب نص، هم دول اللي فيهم مين؟ اللي فيهم الساين وكوزاين، اللي هو ده القانون بتاعه بيقول ان ده بيساوي جذر 2 على اكس باي كوزاين، وده جذر 2 على اكس باي ساين مين؟ ساين الاكس. يبقى ده كده اللي هم الاثنين اللي انا المفروض اوصل لهم. اذا هنا الحركه هتكون في الاتجاه ده، ان انا عاوز اكبر الاوردر ده، عاوز اخلي المساله تتحرك الناحيه دي ناحيه الجي نص والجي سالب نص. عشان ان انا اكبر الاوردر قال لي عشان تتحرك كده فالمفروض ان انت تجيب الجي ان سالب واحد بدلاله اللي قبليه علشان تقدر ان انت تشيل ده وتعوض عنه بالناحيه دي. يبقى انا لازم استخدم القانون اللي هو بتاع ان احنا ايه؟ ان احنا نوجد الايه؟ الصغير بدلاله الكبير. يبقى اذا القانون اللي احنا هنستعمله في الحاله دي بيقول ان الجي ان سالب واحد اوف اكس بيساوي 2 ان على الاكس جي ان سالب الجي ان زائد 1. ده القانون اللي احنا نستعمله. نعوض، يبقى ده القانون اللي هو اللي هناك اللي هو ان احنا نوجد كده، ده بيخلي ان احنا نوجد صغير بدلاله الاكبر منه. طبعا انا اقصد كل ده اللي هو صغير في الاوردر، بتكلم كله على الرتبه بتاعته اللي هو الرقم اللي تحت ده، الرقم اللي تحت هنا. يبقى اذا هنا دلوقتي انا عوض عند ان بكام علشان القيمه دي تديني جي سالب 5 على 2؟ عوض عند ان بكام علشان عاوز الرقم ده يطلع سالب 5 على 2. اللي هيتلخبط يقول هنا المفروض ان ان سالب 1 ده يتحط مكانها مين؟ سالب 5 على 2. يعني هيتلخبط يقول هنا المفروض انا عاوز مكان الان سالب 1 دي يظهر مكانها الرقم سالب 5 على 2. فاساوي الاثنين دول ببعض، هعدي الواحد ده الناحيه الثانيه فاقدر استنتج ان الان يتشال وتحط مكانها سالب 3 على 2. كل ان يتشال ويتكتب مكانها سالب 3 على 2. طيب لما نعوض بالسالب 3 على 2 هنا في القانون ده هيطلع لي، لازم يطلع لي جي سالب 5 على 2. البديهي طبعا هنا من الشكل اللي قدامنا ده ان الجي سالب 5 على 2 مش هيقدر ينقل على طول لمين؟ للجي نص والجي سالب نص، ما يقدرش ينقل على طول. الطبيعي بتاعه ان هو هينقل بمين؟ الجي سالب 5 على 2 لما يجي يتحرك يزود يطلع لي الجي سالب 3 على 2 ويطلع لي مين؟ الجي سالب نص. وهعمل نفس اللي عملته هناك، انا مش عاوز الجي سالب 3 على 2، هرجع اشيله واعوض عنه بنفس القانون، هيروح مطلع لي بدلاله مين؟ الجي سالب نص ومين؟ والجي نص. يبقى انا كده عارف انا بتحرك ازاي على المساله. يبقى الجي سالب 5 على 2 بنقول هنا كل ان تقابلني اكتب مكانها سالب 3 على 2، الان دي هنحط مكانها سالب 3 على 2. الان دي هنكتب مكانها سالب 3 على 2. سالب الان دي نحط مكانها سالب 3 على 2 زائد 1 يبقى يدينا مين؟ الجي سالب نص. وده طبعا ده متفق مع الرسمه اللي قدامنا ان الجي سالب 5 على 2 لازم يطلع اول مرحله بدلاله الجي سالب 3 على 2 اللي هو ده، وبدلاله الجي سالب نص، مش هيقدر ينقل ده مباشره. طيب دلوقتي هنا احنا لو اختصرنا الكلام ده طبعا ده هيكون عندي يديني سالب 3، البسط ده سالب 3. خلاص ده شكل الجي سالب 5 على 2، لكن احنا مش عاوزين ده. ده انا مش عاوزه. اللي هو الجي سالب 3 على 2، هو عاوزها تطلع فانكشن في الساين والكوزاين. لو انا عوضت مكان ده هيطلع الكوزاين بس، فين الساين؟ يبقى انا لازم اضطر ان انا استخدم مرحله ثانيه من القانون، اجرب اعمل القانون مره ثانيه. انا علشان اطلع الجي سالب 3 على 2 يبقى انا لازم اعوض عن الان بكام؟ بسالب نص. يبقى انا هعوض عن الان بسالب نص هنا في القانون ده. لما احط سالب نص وسالب 1 يديني جي سالب 3 على 2 زي ما انا عاوز. الجي سالب 3 على 2 لما اجي اعوض عنه بالقانون ده لازم هيطلع
بدلالة الجي سالب نص والمين والجي نص اللي هما فيهم الساين والكوزاين اللي انا عاوزهم. طيب يبقى الجي سالب 3 على 2 هيطلع بيساوي ادي، شيل كل ان واكتب مكانها، لازم تعوض في القانون ده هنا، ما نروحش هنا، هنحط مكان ده كده سالب نص، سالب نص في 2 تدينا سالب 1 على ادي اكس جي، هنحط هنا الان بسالب نص يبقى دي سالب نص سالب، لما احط الان بسالب نص هيديني الجي نص اوف اكس. دول اللي هيتحط مكانهم اتشال ويكتب مكان ده، هنكتب مكان ده كده اللي هو جذر 2 ده يدينا سالب 1 على الاكس مضروبه فيه، جذر 2 على الاكس باي كوزاين الاكس سالب، طبعا ده مضروب بس في الترم الاولاني، سالب عندي ده اللي هو هيدينا مين؟ اللي هو جذر 2 على الاكس باي ساين الاكس. ده كده الجي سالب 3 على 2. هتاخد الكلام ده وتعوض بيه هنا وتشيل ده وتعوض بيه، هيطلع مين؟ هيطلع الاثبات زي ما احنا، او يطلع المطلوب. يبقى ده كده اللي هو اهميه الريكرنس 3. الريكرنس 3 تقدر لو احنا عندنا تكامل طلع في النهايه بدلاله الجي 3 والجي 5، اقدر احرك ده كله واخليهم في النهايه يطلعوا بدلاله الجي نود والجي 1 اللي كنا السنه اللي فاتت بنسالهم في كده، بقول له كامل وفي النهايه طلع لي الناتج بدلاله الجي نود والجي 1، وانا عارف ان المساله هيطلع فيها الجي 3 التكامل بتاعه في النهايه هيطلع فيه جي 3، فيستخدم الاثنين مع بعض، بعد ما يكامل يدخل القاعده دي معاه في نهايه الايه؟ في نهايه المساله. يبقى ده كده اللي هو عندي الايه؟ ريكرنس رقم 3، الكلام ده كله كان يخص العلاقه الثالثه. يبقى العلاقه الثالثه بنقول بتتحفظ ازاي؟ بنقول لو جمعنا الاثنين اللي بره دول هم الجي ان سالب 1 والجي ان زائد 1 بيدينا 2 ان على اكس من اللي في النص من الجي ان. ريكرنس رقم 4. ريكرنس 4 برضه بتشتغل على التلاتة مع بعض. طول المرة اللي فاتت احنا جمعنا الاثنين دول، فعدة 2 ان على اكس من اللي في النص. امال لو طرحنا في الاتجاه ده، اتجاه السهم ده، طرح يعني الجي ان سالب 1 اوف اكس سالب الجي ان زائد 1 اوف اكس. لو طرحنا الاثنين دول من بعض بدل ما جمعناهم المره اللي فاتت، قال لي هيدي 2 تفاضل اللي في النص، هيدي 2 تفاضل اللي في النص، اديني 2 تفاضل اللي. اذا هنا العلاقه الرابعه عندي لو انا طرحت الاثنين اللي بره بس بطرح في الاتجاه ده، يعني بطرح الصغير في الاوردر سالب الكبير في الاوردر، اديني 2 تفاضل اللي في النص، لما جمعتهم المره اللي فاتت اديت 2 ان على اكس من اللي في النص. يبقى ده كده اللي هو العلاقه رقم 4. العلاقه رقم 4 دي بتشتغل امتى؟ لما يكون المساله فيها تفاضلات ولا يوجد اي اكس. وطبعا الاكس اللي انا اقصدها ان هم مش مفيش حاجه مضروبه في اكس بره، لكن طبعا كله فانكشن على مين؟ على الاكس. كله فانكشن على الايه؟ كله كدوال على الاكس. شوف المساله اللي عندنا بيقول لي اثبت بروف ذات كان دي كلها مسائل اثباتات، ان انا اثبت الايه ريكرنس، اثبت الريكرنس نفسهم بيجوا ازاي. فهنا دلوقتي بيقول لي اثبت ان الجي ان دبل داش اوف اكس ده بيساوي ربع الجي ان سالب 2 اوف اكس سالب 2 الجي ان اوف اكس زائد الجي ان زائد 2 اوف اكس. بيقول اثبت صحة القاعدة دي. عشان نثبت صحة القاعدة دي أو صحة التفاضل ده، نقول هنا العلاقة الأولى والثانية، ريكرنس الأولى والثانية اللي هم مش مكتوبين قدامنا اللي خدناهم المرة اللي فاتت، دول دايما بيحلوا مسائل التكاملات. أول ما أقول لك هنكامل يبقى أعرف إن أنت إيه شغال، يا ريكرنس الأولى يا ريكرنس الثانية، وهو شغلهم يتكامل مباشر يتفاضل مباشر.
العلاقة الثالثة ملهاش دعوة، ما بتشتغلش على مسألة فيها تفاضلات أبدا، هي بتجيب دايما يا الكبير بدلالة الصغير، الصغير بدلالة الكبير. ريكارنس ثلاثة دي لو دايما بتيجي مع سؤال اكسبريس، عبر عن يا إما الكبير بدلالة الأصغر منه أو العكس، كلها ما فيهاش تفاضلات، مفيش أي تفاضلات فيها. العلاقة أربعة اللي إحنا شغالين عليها دي بتقول أول مسألة فيها تفاضلات وما فيهاش ولا إكس، ولما يقصد ولا إكس إكس بره، يعني يكون هنا ده مضروب في إكس أو مضروب في إكس تربيع، إن هو لكن الإكس اللي جوه دي دي الفانكشن اللي عندنا. زي ما بيبقى في ناس بتكتب واي دبل داش أوف إكس زائد واي داش أوف إكس، وفي ناس يقول لك ما تقعدش تكتب لي الإكس دي بتلخبطني، ما أنا عارف إن كل الإيه؟ إن التفاضلات كلها على مين؟ على الإكس هنا أو الفاريبل بتاعنا هنا اللي هو الإندبندنت فاريبل هو الإكس هنا. طيب عشان نثبت الكلام ده نبدأ من عند الريكارنس أربعة. فهنبدأ من هنا بنقول إن الجي إن داش من العلاقة أربعة، نوضح هنا آدي الجي إن اللي بعديه إن زائد واحد، اللي بعديه إن زائد اتنين وهكذا، اللي قبليه إن سالب واحد، اللي قبليه في الأوردر إن سالب اتنين. قلنا إحنا هنا تفاضل ده اللي هو الجي ان داش من العلاقه 4، انا هعدي الاثنين دي الناحيه الثانيه، هيساوي نص اللي قبليه اللي هو في الاوردر اللي هو الجي ان سالب 1 سالب اللي بعديه اللي هو الجي ان زائد 1. خلاص ممكن ما نقعدش نكتب في اكس مادام المساله خلاص الفاريبل عندي اكس، لكن انا قلت ان ممكن ان الفاريبل ده ما يكونش اكس، يكون 3 اكس 5 اكس 100 اكس. وفي الوقت ده دايما انا اقول لك ان المساله دي ايه الفرض المناسب بتاعها، فانت هتعرف ان احنا لازم نفرض الاول. طيب ده كده اللي هي العلاقه 4، بس انا قسمت على الاثنين دي وديتها الناحيه الثانيه. يبقى تفاضل ده التفاضل بتاع ده اللي هو الجي ان داش بيساوي سائل نص اللي قبليه سالب اللي بعديه. هنفاضل المعادله دي، لما نفاضل هتحط بس على كل واحد هتزود عليه داش. لما الفاضل ده هيبقى اسمه جي ان دبل داش اللي هو ده، النص هيفضل زي ما هو. لما الفاضل ده يبقى اسمه هنا جي ان سالب واحد داش سالب، لما الفاضل ترم ده يبقى عندنا جي ان زائد واحد داش، كله خد داش زيادة، انا دخلت التفاضل على الكل. يبقى احنا كده دخلنا التفاضل على الكل. هل ده الشكل اللي هو عاوزه؟ طرف الشمال فعلا هو طرف الشمال، لكن اليمين ما هوش اليمين. لكن واضح كده ان ده تفاضل ده كده، لو انا حبيت اشيل ده تفاضل بتاع ده، تفاضل بتاع ده بيساوي اللي يساوي نص اللي قبليه سالب اللي بعديه. يعني انا لو هشيل ده كده ادي النص اللي بره هون، ولو هشيل ده يبقى بيساوي نص اللي قبليه في الاوردر اللي هو اسمه جي ان سالب 2 سالب اللي بعديه في الاوردر اللي هو الجي ان. يبقى ده كده الكلام ده اللي انا عملته ده كده هو قيمه التفاضل بتاع الترم ده من الريكارنس 4. يبقى من الريكارنس 4 قدرت اشيل الجي ان سالب 1 داش واحط مكانه اللي هو اللي قبليه سالب اللي بعديه في الاوردر ومعاهم معامل نص. طيب سالب لما احب اشيل ده، قال تشيل ده كده جي ان زائد واحد داش تفاضل ده الجي ان زائد واحد داش ده يساوي ايه؟ قال هيساوي برضه نص اللي قبليه في الاوردر اللي هو الجي ان سالب اللي بعديه في الاوردر اللي هو الجي ان زائد اتنين. خلص كده الاثبات ورد، خلاص احنا هنجمع بس، هناخد النص مشترك هيطلع بره في النص اللي بره ده هيدينا ربع. عندنا هنا ده مش داش، ده عندنا جي ان سالب 2، عندنا سالب جي ان وسالب جي ان، سالب 2 الجي ان سالب في سالب بموجب، وهو المطلوب اثباته. طيب في المسألة اللي وراها في الشيت
حاطط نفس المسألة دي بس مخلي دي تفاضل ده تلات مرات، وبدل ما دي واحد على أربعة بقت واحد على تمانية، وبدل ما ده جي ان زائد سالب اتنين راح داخل معانا مين؟ الجي ان سالب تلاتة الناحية دي والجي ان زائد تلاتة دخلوا معانا. فكل اللي هو يعمله بعد ما نوصل المرحلة دي هروح مفضلين كمان مرة، فيطلع عندي الجي ان سالب اتنين داش تفاضل ده، تفاضل ده تلاقيه بيساوي نص اللي قبليه سالب اللي بعديه، لان تلاقي المساله بيقول لك اثبت ان الجي ان 3 داش اوف اكس بيساوي 1 على 8، وهتلاقي هنا جي ان سالب 3 سالب تقريبا 2 لحد وهتلاقي اخر واحد اللي هو الجي ان زائد 3. فهنا واضح ان هو هنا بدا يفاضل ده ويعوض مكانه، وده هيتفاضل ويتعوض مكانه، وده يتفاضل ويتعوض مكانه، ويطلع الشكل اللي بعد كده. في الامتحان هتلاقي انت كل واحد الان دي هندخلها ارقام، يعني هتلاقي مثلا اقول لك اثبت ان الجي 10، تلاقي ده جي 10 بيساوي ربع، هتلاقي ده كده جي 8 وده جي 10 وده جي 12، واحد تاني هيكون ده عنده جي 20 خلاص جي دبل داش 20، هتلاقي ده عنده دي 18 ودي 20 ودي 22 وهكذا. هتتغير المسألة من واحد للتاني ان كل واحد هيكون معاه نفس المسألة بس بأرقام مختلفة ومش هتكون بالان كده. بداية كده اللي هو العلاقة رقم 4. العلاقة رقم 5 و6 هناخدهم مع بعض وكده هنكون خلصنا. علاقة 5 و6، الكلاس 5 و6 نكتبهم مع بعض. برضه كلهم شغالين على الجي ان، واللي بعديها في الاوردر واللي قبلها في الاوردر. كله شغال على نفس الشكل، كل كلمة علاقة ريكرنس يعني حاجات ورا بعض. كل العلاقات الستة اللي موجودين عندنا بالإضافة لاثنين تكامل كلهم شغالين على علاقة الجي ان باللي قبلها في الأوردر واللي بعدها في الأوردر أو الثلاثة مع بعض. بيقول لي هنا دي اللي أنا بعمله ده كله، ده يا جماعة اسمها طريقة للحفظ. اللي أنا عامله ده دي طريقة للحفظ أنا عملها لنفسي، ما هياش أسلوب اللي عاوز يحفظ بأي طريقة كانت يحفظ. لكن دايما يقول لك ذاكرة الأشكال أقوى بكتير جدا من إن أنت تقعد تحفظ مين؟ اسطمبة. لو أي حاجة تعرف تحولها لشكل ورسمة وكده قانون، فأنت سهل جدا إن أنت تفتكر الرسمة، لكن صعب إن أنت تقعد تعرف ده الإن بتزيد هنا ولا بتقل هنا، وتفاضل سالب ولا موجب، فبتبدأ الأمور تتلخبط معاك. بالنسبة للشكل ده لأن إن العلاقة 5 و6 ماشيين كده، ده هيتضرب في إكس وده هيتضرب في إن وده هيتضرب في إكس، إكس إن إكس. خلاص ده كده اللي هو شكل الايه المعادلات بتاع كل واحد منهم. لكن احنا ممكن نثبت العلاقات دي لو احنا عاوزين. صوت يا جماعه. هنبدا باليمين، انت ياما ضغط ليك، هناخد الاثنين اللي على اليمين دول. ناخد الاثنين اللي على اليمين دول، وبعد كده هناخد الاثنين اللي على الشمال. العلاقة 5 بتاخد الاثنين اللي على اليمين، فبيكون الطرف اليمين بتاعها ان مضروبة في الجي ان سالب اكس مضروبة في الجي ان زائد 1. خد بالك العلاقة الثالثة الرابعة والخامسة والسادسة كلهم فيهم طرف، يعني هو هيطرح في نفس الاتجاه اللي هو هياخد الصغير سالب الكبير، بس هياخد الاثنين دول مع بعض بس. ال مضروبة في الجي ان سالب الاكس مضروبة في الجي ان زائد 1، ده بيسموه الطرف اليمين للعلاقة 5. الطرف اليمين للعلاقة 6 هناخد الاثنين اللي على الشمال. الاثنين اللي على الشمال المرة دي اكس هتضرب في الجي ان سالب 1 سالب الان مضروبة في الجي ان. وزي كده العلاقتين دول اشتغل بالشكل ده، الرابعه والخامسه والسته بيطرحوا. لاحظنا الرابعه بس بتطرح اللي هو الاثنين الكبار دول مع بعض. الخامسه بتاخد الاثنين اللي على اليمين وتطرح برضه الصغير سالب الكبير. السته بتاخد الاثنين اللي على الشمال وتطرح الصغير سالب الكبير. كل ده كله بيطرح بالعلاقه الرابعه والخامسه والسته كلهم طرح. ده الطرف اليمين لخمسه وده الطرف اليمين لسته. طرف الشمال للاثنين واحد اللي هو ادينا اكس جي ان داش. يبقى هنا
الاثنين يكون نفس القيمة اللي هو اكس جي ان داش. يبقى ده كده العلاقات خمسة، يبقى العلاقات من أول واحد لحد ستة بالتكامل نقدر إن احنا نخليهم كلهم على اللي هو الشاكل أو الكرنس الترتيب اللي موجود عندنا. يبقى تاني خمسة وستة بنحجزوا اكس ان اكس بالترتيب ده، هناخد الاثنين اللي على اليمين الأول وده هيكون الطرف اليمين لخمسة، بعد كده هناخد الاثنين اللي على الشمال وده هيكون الطرف اليمين لإيه؟ لستة. الاثنين الطرف الشمال بتاعهم بيدينا اكس جي ان داش. الاثنين دول بيشتغلوا امتى؟ لما يكون المسائل فيها تفاضلات وكسات، يوجد اكس 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 تربيع اكس تقعيد، يوجد فيهم اكس. بس دي هنا ان احنا لما نكون نحب نعوض عن الجي ان داش بدلاله اوردر اكبر. لاحظين ان ده هنا الجي ان داش الاوردر بتاعه ايه؟ اللي هيتعوض مكانه ان برضه او ازيد في الاوردر، او ازيد في الاوردر. ان احنا عندنا مسالتين دلوقتي هي مساله واحده، بس مره بنعوض فيها بيبقى عندنا جي ان داش، فهي مره ان احنا نعوض عاوزين نطلع على دلاله جي ان زائد واحد، ومره عاوزين نطلع على دلاله مين؟ الجي ان زائد واحد. فيبقى مره ممكن نستخدم الخمسه او نستخدم السته. دي كانت مساله فاينل السنه اللي فاتت. طيب دي كده لو كان عاوزين نعوض عن الجي ان داش بدلاله نفس الاوردر واقل منه. يعني هنا عندي الاوردر ان بيطلع ان برضه نفس الاوردر واقل منه. دي هنا الاوردر ان بيطلع ان برضه وازيد منه في الاوردر. نشوف الكلام ده على الايه المسائل اللي موجوده. المسائل دي اللي هي مش موجوده في الكتاب. الجي ان دبل داش اوف اكس، لو قلت ان الفيديوهات دي هتحتاجوا تشوفوها مره واثنين وثلاثه لحد ما ايه؟ لحد ما الموضوع يسخن شويه، لان الفيزيك موسع. اثبت ان الجي ان دبل داش هي بتساوي ان في ان زائد واحد على اكس تربيع سالب واحد جي ان في اكس سالب الجي ان سالب واحد في اكس على اكس. دي مسألة الفاينل بتاع السنة اللي فاتت. بيقول له هنا اثبت ان الجي ان دبل داش اكس بيساوي ان في ان زائد واحد على اكس تربيع سالب واحد جي ان سالب الجي ان سالب واحد في اكس على اكس. المسألة دي ليها طريق طويل جدا للإثبات، إن إحنا نبدأ من عند الريكارنس ستة ونشتغل، ده طريق طويل جدا بنحتاج نعوض كتير جدا عشان نوصل للإثبات. ولها طريق قصير جدا في الحل. طريق قصير هو إيه بقى اللي إحنا هنشرحه دلوقتي؟ يقول له هنا بما المعادلة اللي حلها بيزك كان شكلها عامل إزاي؟ المعادلة اللي حلها بيزك بس حد ذكر المعادلة هي شبه كوشي كده، إكس تربيع واي دبل داش زائد اكس واي داش زائد اكس تربيع سالب ان تربيع واي بيساوي صفر. مش دي المعادله بتاعت ديزل؟ هو الجي ان ايه علاقته بيها؟ الجي ان اوف اكس الحل بتاعها. يعني ايه حل المعادله؟ لان هنا كمان ان الجي ان اوف اكس از ا سوليوشن، هو احد الحلول this equation المعادله دي. اذا دي حل المعادله. يعني ايه حل المعادله؟ قال لما يكون عندي المعادله وحل دي، يعني احنا لو شلنا عوضنا مكان جبنا التفاضل الثاني بتاع الجي ان وعوضنا دي هنا، التفاضل الاولاني وعوضنا لازم الطرف الشمال يطلع زي الطرف مين؟ اليمين. يبقى هنبدا نعوض هنا. عندي اكس تربيع جي ان دبل داش اوف اكس زائد اكس مضروبه في، هنشيل الواي داش ونحط مكانه جي ان داش اوف اكس زائد
اكس تربيع سالب الان تربيع مضروبه في الجي ان اوف اكس، ده كله بيساوي. بداية كده الجي ان هو حل المعادله دي، يعني بيحقق المعادله. يعني لو عوضنا بيه لازم الناتج يطلع كام؟ صفر. جيب لي ده في طرف هيطلع معاك تقريبا ثلاث ارباع المساله. يعني لما نجيب الجي ان دبل داش طرف هيطلع كده الطرف الشمال زي الطرف الشمال، اليمين هيحتاج بس تعويضه علشان نوصل للحل. من هنا هنجيب الجي ان دبل داش طرف. يبقى انا هرمي ده الناحيه الثانيه. لما ارمي الناحيه الثانيه يعني يبقى شرطه ايه؟ سالبه. يبقى انا هرمي ده الناحيه الثانيه يكون عندي سالب اكس تربيع سالب الان تربيع جي ان وهقسم على الاكس تربيع. ارمي ده الناحيه الثانيه سالب اكس على اكس تربيع جي ان داش اكس. يبقى انا عديت ده الناحيه الثانيه بشبه سالب، وعديت ده الناحيه الثانيه بشبه سالب، وقسمت على الاكس تربيع. لو جينا هنا بس نرتب بالشكل ده كده، سالب في سالب بموجب يدينا ان تربيع على اكس تربيع. سالب اكس تربيع على اكس تربيع يدينا سالب واحد. هنختصر الاكس مع التربيع هيفضل لنا واحد على اكس جي ان داش اكس. ده كده شكل الجي دبل داش اكس. ده شكل الجي دبل داش اكس. فاضل عندي مين؟ انا دلوقتي تقريبا المساله كده عندك ان تربيع على اكس تربيع، وعندنا السالب واحد الجي ان، بس هنا عندنا جي ان داش مش موجود هنا في الاثبات، اللي موجود اسمه جي ان سالب واحد. قال لما تكون المساله فيها اكس فيها اكس وعاوز متفاضلات، عاوز تعوض عن تفاضل، هتستخدم اما ريكارنس خمسه او ريكارنس سته. مين فيهم اللي يطلع في التعويضه بتاعته عن الجي ان داش؟ مين اللي يطلع جي ان سالب واحد؟ مين اللي يطلع جي ان سالب واحد؟ اللي هو مين؟ سته. سته هي اللي تطلع لي مين؟ الجي ان سالب واحد، لان المساله دي بالظبط كده نروح جايبين يا اما دي يا اما مغيرين، حاطين مكان الان دي، حاطين مغيرين دي مخلينها موجب، وطبعا في اشارات ده بيتغير، الاشاره هنا دي بتتغير موجب، وفي اشارات بتتغير سالب، وبيبقى بس مجرد الفرق بين الاثنين ان انت اما تعوض بمين؟ بسته او تعوض بايه؟ بخمسه. انا اشرح في المحاضره اللي هي اللي احنا نعوض فيها بسته، وتيجي في الامتحان جايب ان انت هتعوض عنها بكام؟ بريكارنس خمسه. طيب من سته الجي ان داش من سته انا هشيل بقى اعوض عنه، يعني تقول هنا فروم ريكارنس سته من العلاقه سته. اقدر اقول هنا ان الجي ان داش ده هيتشال ويتحط مكانه. هقسم هنا المعادله دي كلها هقسمها على اكس، الاكس دي هحطها مع الاكس دي، هيتفضل عندنا الجي ان سالب واحد سالب هيكون عندنا ان على الاكس جي. لو خدنا الكلام ده عوضنا بيه وهو المطلوب اسمه، ناخد الكلام ده ونعوض بيه هيطلع الحل اللي انا هعوض بيه دلوقتي، خلاص احنا ما بقيناش محتاجين الكلام ده. دلوقتي هنا هيطلع عندنا ان ناخد الكلام ده ونعوض بيه في المعادله دي، يبقى ادي الجي ان دبل داش اكس يطلع بيساوي عندنا هنا ان تربيع على اكس تربيع سالب واحد جي ان مالناش دعوه بيه سالب واحد على اكس. الواحد على الاكس ده بدل نقلب الترم ده كده سالب واحد على الاكس. الجي ان داش ده انا هعوض عنه من الريكارنس 6 هيتحط مكانه هنا جي ان سالب 1 سالب، مش لازم نقعد نكتب في اكس كل مره، سالب عندنا هنا الان على الاكس الجي. بدايه كده بقى السالب 1 على الاكس مضروب في الكلام ده. هنوزع ادي الترم ده هينزل زي ما هو، سالب واحد على الاكس لما
بيضرب في الجي ان سالب واحد، بيدينا سالب واحد على الاكس جي ان سالب واحد. سالب لما يضرب في سالب يتحول لنقطة. واحد على اكس مضروبة في ان على اكس يدينا ان على اكس تربيع جي ان. ده هيتضم على ده، لان هو المعامل هنا ده جي ان في اكس وده جي ان في اكس. لو خدنا الجي ان في اكس مشترك هنلاقي هنا عندنا ان تربيع على اكس تربيع سالب واحد، وده هيخش معاهم هنا يبقى زائد ان على الاكس تربيع سالب واحد على الاكس لان سالب واحد هو المطلوب اسمه. بدايه كده اللي هي مساله مهمه جدا، المساله دي لو جت تيجي كلها ارقام هي سهله ان انت تحلل ان، تيجي كلها ارقام ان ده ده واحد عنده الرقم ده ب 10، واحد الرقم ده عنده ب 20، واحد الرقم عنده ده ب 30 وهكذا، هيتغير المساله من واحد للتاني. ومش بس كده، ده ممكن ان احنا نحط ده الاكس ده معامل ونستخدم الفروض الاول. لكن ده كده ده كده الحاجات اللي موجوده في الجزء الاولاني من البيزل اللي هو عليه. اما بقيه الاجزاء فهي هتكون ملغيه. فورير بيزل ملغي، جنريتنج ملغي، كل الكلام ده هنلغيه وهنكتفي بالست علاقات بتاعت الريفرنس ريليشن والمسائل دي. شوف بقى ايه الحاجات اللي علينا وايه الحاجات الملغيه. الجنريتنج فانكشن اللي هي صفحه 23، صفحه 23 النص التحتاني ده اللي هو اسمه جنريتنج فانكشن فور بيزل، هتلاقي شكل غريب كده كبير كده كتير، انا مش دعوه ايه الاول المعادله 26. يبقى صفحه 23 24 25 26 والسجن بتاع بيزل برضه 27 اللي هو الفوريير بيزل 28 29 كل ده 30 كمان لغايه حتى 30. من اول 31 ده هنبدا في السبيشال فانكشن الرابعه والاخيره اللي هو الجنرال. طيب بالنسبه للاكسرسايز بتاع الكتاب، بالنسبه للاكسرسايز يكون عندنا مندي سؤال 11 في صفحه 44. سؤال 11 يعني نسبة القواعد دي انا مش عايزين نثبتها. 12 معانا، 12 دي كلها معانا اللي هي تعبر عن الكبير بدل الصغير، فكلها 12 دي كلها تعتمد على ريكارنس 3 معانا من 12. 13 دي معانا خلينا احنا المسافتين بتوعها. 14 معانا كلها معانا المسألة اف. 14 معانا كلها معانا آخر واحدة خالص. 15 ملغية. 16 برضه ملغي. 17 مش جماعة عشان محدش تاني. 17 ملغية هي كمان. عشان محدش يجي يسألني أكتر حاجة بتستفزني لما أخش على الفاصل وإيه ملغي. خلاص أنا لغيت دلوقتي في المحاضرة إيه بداية إن أنا ردي ناشف جدا ونرجع للمحاضرة تاني أعرف إيه الملغي. محدش يسألني على موضوع الإيه الملغي ده، ما إحنا نغير.